السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من استديوهات قناة الوطنية، نحييكم ونقدم لكم مسائية الخميس مستهلة بأبرز العناوين. بعد عودته من زيارة الترارزة، والعبد العزيز يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي، والمجلس يصادق على جملة من مشاريع القوانين. بالتزامن مع اجتماع الحكومة، الوقفات الاحتجاجية تعود من جديد أمام البوابة الرئاسية. إسهاما منها في دعم الفائزين بالمسابقات التعليمية، قناة الوطنية تكرم الفائز الأول بنواكشوط في مسابقة ختم الدروس الابتدائية. في مسائيتنا لهذه الليلة تتابعون بحول الله القمة العربية بين الأمل في إنعاش الاقتصاد الوطني والمطالبة بالتوحد في وجه الضيوف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى حضراتكم تفاصيل مسائيتنا. اجتمع مجلس الوزراء الموريتاني صباح اليوم بالقصر الرئاسي تحت رئاسة الرئيس محمد ول عبد العزيز، وقد درس المجلس جملة من البيانات ومشاريع المراسيم، كما عقد عدد من أعضاء الحكومة مؤتمرا صحفيا بمقر وزارة الثقافة والصناعة التقليدية بقيادة وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة، علقوا فيه على أهم المشاريع والمراسيم التي صادق عليها المجلس الوزاري، إضافة للرد على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي المذكور. نظم التجمع الموريتاني للدفاع عن القدس ودعم محور المقاومة مساء اليوم مؤتمرا صحفيا بقيادة عدد من السياسيين وهيئات المجتمع المدني وبعض الشخصيات المستقلة، أعلنوا فيه عن إنشاء التجمع الذي يعنى بالدفاع عن قضايا الشعوب العربية. المؤتمر استهل بكلمة لرئيسه المصطفى ول عبيد الرحمن، أكد فيها دعم التجمع للقضايا العربية التي من بينها قضية الشعب الفلسطيني ودفاعه عن أرضه، مؤكدا أن التجمع سيكون له برنامج عملي من أجل دعم الشعب الفلسطيني وكافة الشعوب العربية التي تعاني من الاضطهاد والإرهاب في بلدانها حسب تعبيرها. اللي انشئ في أرضنا الطاهرة عنده متحمل مسؤولية الدفاع عن القدس الشريف ومساندة محور المقاومة، وعما قريب ستكون يكون عنده برنامج عملي ينفذه، ودعود معد وعد مهيئ كيف منظمة، وبطبيعة الحال كيف قلت بداية افتتاح هذه الجلسة، احنا ما هامنا نعدلوا اي عمل ما هو عمل شرعي. نظمت شبكة البرلمانيين والمنتخبين المحليين من اجل البيئة في موريتانيا اليوم بمقر الجمعية الوطنية في نواكشوط ورشة تحسيسية خصصتها لعرض حصيلة أنشطتها خلال العام 2015. أوضح النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية النائب الخليل الطيب في كلمة بالمناسبة أن الورشة تشكل مثالا ناجحا للتعاون بين وزارة البيئة والتنمية المستدامة والشركاء في التنمية وشبكة البرلمانيين والمنتخبين المحليين من أجل البيئة، سعيا إلى المحافظة أكثر على المصادر الطبيعية، مبرزا الدور المحوري الذي لعبه البرلمان في تمرير وإنجاح الاتفاقيات الدولية حسب تعبيره. نظم عدد من الشباب الموريتانيين يطلقون على أنفسهم خطوة من أجل التشغيل، نظموا زوال اليوم وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي
لتذكير الرأي العام بقضيتهم بعد أن تم تدريبهم في عدد من المؤسسات الوطنية قبل أن يتم فصلهم ويعودوا إلى الشارع من جديد. الزميل عبد القادر ميارة والتفاصيل. بعد اختيارهم في برنامج خطوة لأجل التشغيل من طرف الوكالة الوطنية لتشغيل وترقية الشباب، وبعد سنة من التكوين والتأطير في مختلف المؤسسات الوطنية، ها هي تلك المدة تتوج بوقفة احتجاجية أمام بوابة القصر الرئاسي من أجل التذكير بمشكلتهم العالقة والتذكير بالحاجة الملحة لتلك المؤسسات إلى خدماتهم وخبراتهم. مطالبين الجهات المعنية خصوصا رئيس الجمهورية بحل مشكلتنا، نطالبه بالاكتتاب، مطالبين من خلال وقفتنا هاي وقفات فتنا عدلناها لنا شهرين والله لا نعدل الوقفات وان شاء الله مستمرة وقفاتنا، ومطالبين رئيس الجمهورية بحل مشكلتنا وهو ادماجنا واكتتابنا. شعارات متعددة الأوجه مطالبة بالاكتتاب في الوظيفة العمومية وإيجاد حل سريع لمشكلتهم، من أبرز الشعارات التي حملها المحتجون في وقفتهم هذه، بالإضافة إلى مطالبة الرئيس بالتدخل من أجل حل مشكلتهم. مجموعة من الشباب تم اختيارنا من طرف الوكالة في إطار برنامج خطوة، وذلك عن طريق سلك سودي دوسيا، وتم بعثنا إلى بعض المؤسسات وتم تكويننا مدة سنة، وحتى الآن لم يتم اكتتابنا، ونرجو من الرئيس محمد العبد العزيز أن يعمل على اكتتابنا أو دمجنا في هذه الوظائف، وذلك نتيجة لأن هذه المؤسسات التي تم تكويننا فيها هي بالحاجة أكثر إلينا. هي إذن وقفة احتجاجية يأمل المنظمون لها أن تكون بوابة جديدة وخطوة إلى التشغيل في ظل الارتفاع المذهل للبطالة. عبد القادر ميارة، الوطنية. وفي سياق متصل ودائما في إطار الاحتجاجات، طلبت رابطة مستقبل الشباب المهندسين خلال وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي، طالبت الرئيس محمد العبد العزيز بالتدخل لحل مشكل البطالة التي يعانون منها. في تصريح لقناة الوطنية أكد المحتجون أملهم في أن تكون هذه الوقفة هي الأخيرة لهم على أن تحل مشاكلهم، مؤكدين ثقتهم في الرئيس محمد والعبد العزيز ودعمه للشباب وإشراكهم في العمل حسب قولهم. رابطة مستقبل المهندسين الشباب، هاي الرابطة هدفها الأساسي هو التشغيل. جينا اليوم إياكم نقول للرئيس الجمهورية وأمننا فيه كبير، بما أنه أعطي أهمية كبيرة للمهندسين دوره التشغيل، ذاك هو هدفنا الأساسي. وراشي معنا إن شاء الله تؤدي هذه آخر وقفة ونتنحل مشكلتنا كاملين ويتم تشغيلنا بشكل رسمي. قامت قناة الوطنية ظهر اليوم الخميس بمقرها صاحب المركز الأول بمسابقة دخول السنة الأولى إعدادية هنا في العاصمة نواكشوط. التلميذ المتفوق محمد علي ولي المختار تم تكريمه من طرف المدير العام لقناة الوطنية شيخنا والإمام، وقد أجرى ولي المختار جولة شبه سياحية تكريمية داخل القناة وتلقى نموذجا عن كيفية تقديم النشرات. أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، مسائية الأربعاء من قناة الوطنية، نبدأها بأبرز العناوين. كما أجرت القناة لقاء حصريا مع التلميذ المتفوق في مسابقة ختم الدروس الابتدائية، اللقاء عرف فيه التلميذ بنفسه وعبر عن شكره لوالده الإعلامي بالتلفزيون الرسمي الزميل المختار والمحمد علي، ووالدته ومن أشرفوا على تدريسه على ما بذلوه من جهود، كما صرح بطموحه في المستقبل. 2003 الشهر العاشر حصلت أنا لله الحمد الأول في مسابقة كونكور، حصلت على معدل 188 نقطة ولله الحمد، وحصلت على مساعدات من أمي ووالدتي ووالدي الأستاذ مصطفى والخليفة من نابع العيون الحرة، كان يراجع لي في المنزل. في المستقبل إن شاء الله نختار عود مبرمج كمبيوتر. وجه رسالة تلك اللي عدوا الكونكور عنهم يجتهدوا ويثابروا، ياك يجبروا الرسب الأولى طبعا من جدة وجد ومزرعة حصل. وجه كلمة شكر للمدرسة منابع العلوم الحرة على المجهود الذي أبذلته، وخصوصا أستاذ محمد مصطفى والخليفة
والمدير مريم بنت عمارو. مشاهدينا الكرام، نشرتنا مستمرة من قناة الوطنية، فاصل قصير ونواصل، فتفضلوا بالبقاء معنا. نقل الخبر بوطنية. المحافظة على الوحدة الوطنية، الإيمان بالوطن والانحياز للمواطن. هذه هي قناة الوطنية، هي قناة الوطنية، هي في أخبار القمة العربية. أفادت مصادر إعلامية أن وفدا من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية توجه اليوم الخميس إلى موريتانيا لوضع الترتيبات النهائية الجارية لانعقاد القمة العربية العادية في دورتها 27. ويضم الوفد الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالجامعة العربية ورئيس اللجنة التنظيمية للقمة العربية السفير عدنان الخضير رئيسا للوفد، رفقة مدير المقر والمؤتمرات ومدير المراسم ومدير الأمن والمهندس المختص بالموقع وتجري التحضيرات النهائية لالتئام الاجتماعات التحضيرية للقمة نهاية الأسبوع المقبل. يعلق الموريتانيون الكثير من الآمال في إنعاش الاقتصاد الوطني على انعقاد القمة العربية التي ستحتضنها العاصمة نواكشوط لأول مرة في تاريخها منذ الاستقلال. زميل عبد الله ولي الزبير يقربنا من الموضوع أكثر في سياق التقرير التالي. أسبوعان بالتمام والكمال، ويحط العرب الرحالة بأرض شنقيط من خلال بوابة مطار نواكشوط التونسي لتفتح أبواب وقلوب الموريتانيين لإخوتهم في قمة الأمل. قمة كانت بردا وسلاما على الموريتانيين من حيث المردودية الاقتصادية، إذ رافقتها طفرة في المنجزات. فبين إنجاز مطار أم التونسي لؤلؤة المحيط الأطلسي وطريق الشيخ زايد جوهرة طرق العاصمة، تقف إنجازات أخرى لتكون شاهدا على الأهمية الاقتصادية لهذه القمة من خلال دمج اليد العاملة دمجا حقيقيا في مختلف مراحل التحضير لها. العمل تبارك الله زين، استفدنا منه، طالبين من المواطنين ما يخسروا هذا. ضيوف جايين مجيهم كراي دون حال، كراي الديار دون حال، قضيه الوتات دون حال، الناس اللي جان التنظيم هذا كامل راجع للمواطن الموريتاني البسيط. في الاقتصاديه الموريتان عندها مشاريع واعده، عندها ثروه كبيره ومحتاجه لدعم العربيه استثمار هذه، ومهمه للدول العربيه مناسبه ان التكامل الاقتصادي بين دول كامله. لا يشتغلوا ياسر من العمال ما كانوا يشتغلوا، البلدية تكبر تكتتب ياسر من الخلق. عندنا بنية تحتية مردودية مقدرة اقتصاد على هاو التجارة، ان شاء الله يعودوا هاو الزوار الجايين يعودوا عندهم مردودية على البلد باقية فيه مسرحة فيه ان شاء الله. أرى تعكس بجلاء المدى الذي بلغته المردودية الاقتصادية لقمة الأمل في نفوس الموريتانيين. هل لقمة الأمل حقا حسب الجهات الرسمية مردودية اقتصادية على البلاد؟ نحن نرى ما الحمد لله تشهده الآن العاصمة نواكشوط من مجالات وأنشطة فيما يتعلق بالطرق وفيما يتعلق بالمجال السياحي كذلك، حيث أن الفنادق الآن والشقق وكل واليد العاملة أصبحت الآن خلية نحل
في استقبال وجود والمشاركين في القمة، وكذلك ما سينعكس إيجابا كذلك من مردودية السواح أنفسهم ما يتعلق بالسياحة وما يتعلق بالمشتريات وما يتعلق بكل هذا، سينعكس إن شاء الله إيجابا على موريتانيا في المدى القصير المدى الحالي. وسيكون لهذه القمة دور تكاملي يعود بالنفع على الوطن الموريتاني. لكن في المقابل الذي أريد أن أشير إليه إلى أن موريتانيا في السنوات الأخيرة وخاصة بعد سنة 2009 حدث فيها تغيير جوهري وتطورات كبيرة تؤهلها للدخول في التكامل الاقتصادي العربي، فعلى مستوى الموانئ المتعلقة بالثروة السمكية أصبحت هناك موانئ جديدة وتم توسيع موانئ أخرى، وعلى مستوى الطرق هناك شبكة طرق كبيرة، وكذلك على مستوى الكهرباء أصبحت موريتانيا مصدر الكهرباء. في المشاريع العملاقة إن شاء الله في الدول العربية مثل الربط الكهربائي وربط السكك الحديدية والطاقة المتجددة وغير ذلك، كل هذه التطورات التي حصلت في موريتانيا إثر السنوات الأخيرة منذ عام 2009 حتى اليوم، وستمكنها من جاهزيتها في الدخول والمناورة في التكامل الاقتصادي العربي. وفي انتظار إقرار تكامل اقتصادي عربي من خلال قمة الأمل، تبقى نواكشوط تعلق آمالا جساما في شتى الميادين على قمة طال انتظارها. وفي السياق ذاته، طالب عدد من المواطنين الشعب الموريتاني بكل أطيافه السياسية والفئوية بالتوحد والتمسك خلال القمة العربية حتى تنجح موريتانيا في أول قمة عربية تستضيفها. التفاصيل في سياق التقرير التالي مع الزميل محمد بلال. هكذا بدا المشهد في الشارع الموريتاني الذي يترقب القمة العربية 27 في دورتها العادية، ففضلا عن التجهيزات المستمرة في أغلب شوارع العاصمة نواكشوط والتي جاءت آراء المواطنين من أحدثها تسمية كشارع الشيخ زايد مطالبة بتعاون جماعي في حدث عام. وإحنا بعدها بما أننا مدنيين مساعدين وبوليس وارك حالا للأمن والأمان ينجوها وضيوفنا إن شاء الله ونصيفطهم على أحسن ما يجوا. حراك غير مسبوق على مستوى التخطيط والتطبيق الميداني لما ينبغي أن تكون عليه صورة موريتانيا وهي تستقبل قادة الأمة العربية في قمة الأمل، يقابله شعور بتحمل المسؤولية وطلب التخلي ولو لحين عن بعض القضايا. نختار صاع من قد الشعب من قد المواطنين يعود معدلين واستقبال إيد واحدة متواسك على موريتانيا على دولة عظمى كونها إن شاء الله هي أول قمة تعدل في موريتانيا. يا الله تنا نعودوا إيد واحدة عليها أحزاب سياسة ومواطنين وحالة كاملة نعودوا ما احنا متحدين فيما بيناتنا نيجون الزوار يمشعنا بسلام إن شاء الله. توافق تام بين مكونات الشعب الموريتاني حول تقديم الصورة الموريتانية التي عرفت قديما عنها لسيما عند العرب، موريتانيا الكرم، موريتانيا الضيافة. كشف دوليا في هذه النشرة، كشف تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية اليوم أن السلطات الكاميرونية اعتقلت تعسفيا أكثر من 1000 شخص في إطار حملتها على جماعة بوكو حرام المسلحة، مشيرة إلى أن العشرات لاقوا حتفهم جراء المرض أو بسبب التعذيب. وذكرت المنظمة في تقريرها أن ما يصل إلى 8 أشخاص يموتون شهريا في سجن مارو في عاصمة إقليم أقصى الشمال، كما يعاني المعتقلون من ظروف غير إنسانية نتيجة اكتظاظ الزنزانات وتدهور المعايير الصحية، داعية إلى تطبيق إجراءات للقضاء على سوء معاملة المعتقلين والسجناء بما يشمل وضع حد للاعتقالات التعسفية والتعذيب، فضلا عن منحهم حق التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم. أما الآن مشاهدينا الكرام، فنفتح صفحة الأنباء الدولية مع الزميل النان سيدي أحمد.
وقعت أحزاب ومنظمات تونسية وثيقة تحدد أولويات عمل حكومة وحدة وطنية اقترحها الرئيس الباجي قائد السبسي بهدف إخراج البلاد من أزمة حقيقية ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية بحسب ما أعلنت الرئاسة في بيان لها. تشتد المعارك من جديد في مدينة تعز بين القوات اليمنية الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين. بدأ الجيش العراقي يواصل استعداداته لمعركة استعادة مدينة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية بمدينة القيارة على ضفاف نهر دجلة جنوب الموصل التي تقدم إليها قبل أيام. يخوض طلاب سعوديون في منطقة صناعية في الرياض امتحانات في مصنع سيعملون فيه لاحقا يصبحون يدا عاملة مؤهلة تحتاج إليها المملكة من أجل تنشيط قطاعها الخاص. ومن الأنباء الدولية إلى بساط المستديرة وجديدها مع الكابتن مصطفى النونو. الأخبار الرياضية الموجزة من قناة الوطنية، أهلا بكم. تقدم المنتخب الوطني لكرة القدم المرابطون رتبتين على التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. المرابطون أصبحوا في المركز 19 بعد 100 بعد أن كانوا في المركز 21 بعدها، وما زال المرابطون مطالبون بدخول نادي 100 بعد أن خرجوا منه على إثر النتائج المتذبذبة. دخلت بطولة شمال إفريقيا إناف غياهب المجهول، حيث لم تبت لحد الآن الاتحادية الموريتانية لكرة القدم في قضيتها بعد أن كان من المقرر أن تستضيفها موريتانيا على نجلة المركب الأولمبي بأعقاب اعتذار مصر عن الاستضافة والمشاركة. وقد تم تداول أنباء تفيد بأن جل المنتخبات اعتذرت عن المشاركة، وبالتالي تقرر عدم البقاء بأمر البطولة حتى يتم نسيانها أو تناسيها. ويود الشارع الرياضي من الاتحادية توضيح ما آلت إليه البطولة. أصبح نجم المنتخب الوطني مولاي أحمد خليل الملقب بسام قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى نادي سموحة المصري. هذا ويجري اللاعب حاليا مفاوضات مع النادي، من المتوقع أن تكلل بنجاح في ظل رغبة اللاعب في مواصلة مشوار الاحتراف وعدم العودة إلى الدوري الوطني في الفترة الراهنة بعد ما تم تسريحه من طرف ناديها السابق قسطنطين الجزائري. في إطار منافسات البطولة الوطنية لأقل من 17 عام ناشئين، قص نادي تجكجا شريط مشاركته في الدور النهائي بخسارة وبهدفين دون مقابل على يد جمل سطرة. نادي تجكجا بخسارة هذه محى ذلك الوجه المشرق الذي طالما ظهر به ناشئ النادي طيلة السنوات الأخيرة. أخيرا في نشرتنا الرياضية هذه، تداولت بعض وسائل الإعلام المحلية خبرا يفيد بإيكال مهمة تنظيم المباريات في الدوري إلى شركة أمنية بدل لجنة التنظيم التي كانت منتدبة من طرف الاتحاد. هذا وقد شهدت الآونة الأخيرة مناوشات وشجارات بين لجنة التنظيم الاتحادية وبعض الصحفيين والمشجعين أدت أحيانا للتشابك بالأيدي. كان ذلك آخر عنصر في نشرتنا الرياضية هذه، عود للمسائية ولو لم يتبقى منها إلا التذكير بالعناوين.
شكرا كابتن نونو بأنبائك الرياضية. نسدل ستار النهاية على هذه المسائية، عود على بدء وتذكير بأبرز ما جاء فيها. بعد عودته من زيارة ترارزا، والعبد العزيز يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعية، والمجلس يصادق على جملة من مشاريع القوانين. بالتزامن مع اجتماع الحكومة، الوقفات الاحتجاجية تعود من جديد أمام البوابة الرئاسية. إسهاما منها في دعم الفائزين بالمسابقات التعليمية، قناة الوطنية تكرم الفائز الأول بنواكشوط في مسابقة ختم الدروس الابتدائية. في مسائيتنا مشاهدينا الكرام، تابعتم أيضا القمة العربية بين الأمل في إنعاش الاقتصاد الوطني والمطالبة بالتوحد في وجه الضيوف. لذلك نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، لكم تحياتنا وتحيات فريق العمل في الإخراج فيصل أربي، على الهندسة الصوتية جاجا، في التحرير عبد الله بلال. إلى أن نلتقيكم في موعد إخباري قادم، دمتم بأمان الله.